الملك المصري يلفت إليه الأنظار وبقوة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. كنا بنحلم والحلم اتحول لحقيقة. وسيبك بقى من الكلام اللي داير اليومين دول على قصة صلاح وعلى قصة لقب أفضل لاعب في العالم من عدمه. أنا بشوف من وجهة نظري إن صلاح أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، وكتير من الخبراء الحقيقة بيتفقوا معايا في الرأي ده. بس أنا عايز حضراتكم تشوفوا اللقطة وتقفوا شوية مع المشهد. أنا عايز حضراتكم تقفوا وتعيشوا شوية مع 90 دقيقة من أحلى الماتشات اللي تابعتها في السنوات الأخيرة. مش بس القصة إنها أقوى ديربي اتلعب على سطح الكوكب كله امبارح، صحيح كان في ديربيات وكلاسيكيات في منتهى القوة أو هكذا قالوا عنها. شفت امبارح وتابعت برشلونة وريال مدريد، اتفرجت كمان على بي إس جي ومارسيليا، واتفرجت بالتأكيد طبعًا واستمتعت بمواجهة يونايتد وليفربول. لكن الحقيقة كان عندي إحساس غريب جدا أتمنى أو اتمنيت إنكم تشاركوني فيه. اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي جمهور ليفربول فين؟ في مدرجات أو تحت مدرجات ملعب الأولد ترافورد، قلعة المان يونايتد. بيغنوا لمين؟ بيغنوا لنجمنا محمد صلاح في مباراة كانت الأهم على سطح الكوكب امبارح وتابعها مليارات البشر. خليني أقول لحضراتكم أنه في نفس المباراة دي اللي كنت من سنتين ثلاثة بس أحلم أنه لاعب مصري بس يشارك فيها، شارك فيها وتألق فيها وسجل فيها هاتريك محمد صلاح، ووصل لصدارة ترتيب الهدافين بتوع الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن فاردي، بل وأنه واصل كمان تفوقه في عدد مرات التسجيل في مباريات متتالية لصالح ليفربول، وسجل في المباراة 10 على التوالي. وبالمناسبة الجماهير دي كانت مألفة له أغنية مخصوص عشان المناسبة دي. لكن خلينا نشوف الملعب، مين كان موجود في ملعب المباراة امبارح؟ الأيقونة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد نجم نجوم إنجلترا، بول بوجبا نجم نجوم فرنسا، فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في العالم ونجم هولندا، ديفيد دخيا حارس مرمى مان يونايتد وحارس مرمى منتخب إسبانيا. الجماهير سابت كل دول، كل دول وهتفت للنجم المصري محمد صلاح. بالتأكيد الحقيقة صلاح بيقدم لنا موسم استثنائي، نتمنى إن شاء الله إنه ربنا يوفقه، وأعتقد إنه بيقرب يوم بعد يوم من لقب الأفضل على مستوى العالم، سواء كنت بتكلم على جائزة البالون دور أو كنت بتكلم على جائزة ذا بيست. حلم اتحول لحقيقة، وفرحان ان انا بشوف نجم مصري متألق ومكسر الدنيا في كل مكان في العالم، واتمنى اشوف زي صلاح، ومتأكد انه في زي صلاح العشرات، ومش هبالغ كمان لو قلت المئات. طبعا النهاردة حلقة مهمة جدا وهنت